نغني قديم؟ يلا يا ريت. ايوه بقى يا مريم. ماشي. ودارت الايام ومرت الايام ودارت الايام ومرت الايام ما بين بعد وخصام وقابلته نسيت اني خصمته ونسيت الليل اللي سهرته وقابلته نسيت اني خصمته ونسيت الليل اللي سهرته وسمحت عذاب قلبي 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 وحرته معرفش ازاي 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 انا كلمته مقدرش على بعد حبيبي مقدرش على بعد حبيبي انا ليه الله الله مريم يعني الحلم الكبير بتاعك ايه؟ عايزه تحترفي الغنى، عايزه تعملي ايه؟ اكيد اكيد ان ده الحلم بتاعي وانا بسعى له من دلوقتي واتمنى بعدين اوصل لحاجه كويسه ترضيني وترضي الناس. انت الناس ابتدت تتقبلك يعني احنا شايفين مش بس متقبلينك مستمتعين بيك احنا شايفين التفاعلات الكبيره اللي على السوشيال ميديا. حابه الخطوه اللي جايه تبقى على طول نبتدي في اغنيه بتاعتنا لوحدنا الكلام ده ولا اكيد اكيد واتمنى ان انا لما اعمل حاجه تعجبهم ويتقبلوها زي ما هم متقبلين ان شاء الله. ان شاء الله. طيب زمان انا بس مستغرب من حاجه يعني دايما الاجيال الجديده والشباب الصغيرين اللي زي مريم مثلا ما بيفكرش قوي في الاغاني القديمه انه يقعد يغني لام كلثوم بيفكر في الاجيال اللي هي عمرو دياب وانت طالع فانه يفكر في الاغاني القديمه معنى كده ان من هو صغير كان بيسمع هذه الاغاني في البيت صح؟ صح دي حقيقة. دي كانت البدايه انك كنت بتسمعي الاغاني دي في البيت؟ طب كنت بتغني وانت صغيره خالص طفله يعني؟ بتدندني حتى في البيت مثلا؟ كنت بدندن اغنيه الانغام اسمها امي يا ظهري. دي كانت اول حاجه انا غنيتها على مسرح. هنسمعها بس كنت تقعدي تدندني بقى انت واختك بقى صح؟ عاملين حفلة صغيرة كده في البيت على الضيق. طيب نسمع الأغنية دي. أمي يا ظهري يا سندي في ضلك أنت بعيش مهما يا أمي حاولت أعملك ما يكفيش لو زعلت يوم سامحيني وادعيلي ربنا يهديني وخديني في حضنك ضميني وما تسيبنيش لو زعلتك يوم سامحيني وادعيلي ربنا يهديني انتي الحاجة الحلوة في قلبي وانا من غيرك والله ماليش. يعني احنا بنحيي طبعا والدة مريم هي معانا النهارده بتشاركها يعني معانا في الاستوديو كمان وبتشارك مريم في الحقيقه احنا شفنا يمكن قبل الفقره على طول قد ايه هي بتدعم مريم وقد ايه هي فخوره بيها واحنا مبسوطين ان هي في الحقيقه ورا مريم على طول من الواضح كده ان هي وراها لغايه ما تشوفها نجمه كبيره ان شاء الله وهي ابتدت بالفعل تبقى نجمه كبيره ان شاء الله.